الغلاف الجوي للأرض يهرب إلى الفضاء. كوكبنا محاط بطبقة خفيفة من الغاز تحافظ على الدفء وتسمح بأن يكون للأرض ظروف مناخية وتجعل في الأساس كل أشكال الحياة على الأرض ممكنة، إلا أن هذا الغلاف الجوي الثمين يتسرب في كل ثانية نحو الفضاء الخارجي. لحسن الحظ يتسم هذا التسرب بالبطء الشديد، فلكي يكسر أي شيء مجال جاذبية الأرض ويهرب، سواء كان جزيئا من الغاز أو صاروخا أو حتى قطة، عليه الانطلاق من الأرض بسرعة تبلغ 34 ضعف سرعة الصوت. يتطلب دفع شخص ليصل إلى تلك السرعة طاقة طن متري من مادة TNT المتفجرة وطاقة أقل للأشياء الأخف وزناً. فعلى سبيل المثال يتطلب إيصال قطة عشر هذه الطاقة، باستثناء حدوث اصطدام مع كويكب ضخم مما قد يقذف أجزاء كبيرة من الغلاف الجوي نحو الفضاء. فإن الغازات الوحيدة التي تهرب بانتظام من الغلاف الجوي للأرض هي الهيدروجين والهيليوم، وهما أخف عنصرين في الكون. توجد طرق عديدة تمكن جزيئات الهيدروجين والهيليوم من الانطلاق في رحلة ذهاب فقط نحو الفضاء. ببساطة، تحصل بعض الجزيئات الموجودة بالقرب من قمة الغلاف الجوي على طاقة من حرارة الشمس تكفي لهروبها، أما البعض الآخر فهو عبارة عن جسيمات مشحونة سريعة الحركة، عادة ما يمنعها مجال الأرض المغناطيسي من الهروب. لكن في بعض الأحيان تصطدم هذه الجسيمات السريعة التي ينقصها إلكترون بجزيء متعادل بقوة تكفي لتحرير واحد من إلكترونات هذا الجزيء وسرقته. والآن بعدما أصبح هذا الجسيم السريع نفسه متعادلاً، فإنه يتحرر من مجال الأرض المغناطيسي، وإذا تصادف أن وجهه الاصطدام في مسار نحو النجوم فإنه سيتوجه إلى هناك. أخيراً تضعف بعض خطوط المجال المغناطيسي للأرض وتدفع بعيداً عن الأرض بفعل الرياح الشمسية، وهي طيار عنيف من البلازما المنبعث من الشمس. ويمكن للجسيمات المشحونة التي توجهها هذه المجالات المغناطيسية أن تطير ببساطة من الأطراف الضعيفة مثل الشرر المتطاير من الأسلاك الناقلة للكهرباء. ولكن لو لم يكن لدى كوكبنا مجال مغناطيسي على الإطلاق، كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ كثيراً. فكوكب المريخ على سبيل المثال ليس لديه مجال مغناطيسي واق، ومن ثم فإن القدر الضئيل الذي يملكه من الغلاف الجوي يتعرض باستمرار للضرب والتمزيق من قبل الرياح الشمسية. وحتى مع وجود هذه الفقاعة الواقية، فإن الأرض تفقد في كل ثانية من الهيدروجين ما يكفي لملء بالون بعرض متر واحد. لكن لا داعي للقلق، فسوف يتطلب الأمر بضعة مليارات من السنين قبل أن نفقد كل الهيدروجين بهذه الطريقة. ولكن ربما يوماً ما في المستقبل البعيد سوف ينظر شخص ما إلى كوكب الأرض ويتساءل تماماً كما نتساءل نحن اليوم عن المريخ: هل وجدت حياة قط على قطعة الصخر هذه